السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فمن العبادات العظيمة التي شرع الله جل وعلا لعباده الصائمين في ختام هذا الشهر المبارك زكاة الفطر، وقد شرع الله جل وعلا تطهيراً للنفس من أدران الشح، وطهرةً للصائم من اللغو والرفث ومما ينقص صومه، وطعمةً للمساكين، وإظهاراً لشكر نعمة الله تعالى على عبده بإتمام صيام رمضان وقيامه وفعل ما تيسر فيه من الأعمال الصالحة. فروى الإمام أبو داود في سننه من حديث ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أيها الإخوة الأفاضل، تجب هذه الزكاة على كل مسلم، حراً كان أو عبداً، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً من المسلمين. إذا ملك المسلم صاعاً زائداً عن حاجته وأهل بيته في يوم العيد وليلته، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وإن أخرجها عن الحمل الذي في البطن فهو أمر طيب، فعله أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. وفي رواية: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر، وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والإقط والتمر. وينبغي للمسلم أن يخرج أطيب هذه الأصناف ولا يخرج الرديء، لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وذهب بعض أهل العلم كأمثال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله إلى أنه يجوز للمسلم أن يخرج زكاة الفطر من غير الأصناف التي ذكرت في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، بشرط أن تكون من جنس ما يقتات به أهل البلد مثل الأرز وغيره، لم يذكر في حديث أبي سعيد المتقدم. ومقدار هذه الزكاة صاعاً واحداً، وهو ما يساوي 4 أمداد، والمد الواحد ملء كفي الرجل المعتدل اليدين من البر الجيد ونحوه، وهو ما يساوي 3 كيلو تقريباً، وهذا ما تفتي به اللجنة الدائمة. ولإخراج هذه الزكاة وقتان: وقت فضيلة وقت جواز. أما وقت الفضيلة فيبدأ من غروب شمس ليلة العيد، وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي الزكاة. وأما وقت الجواز فقبل العيد بيوم أو يومين، لما جاء في صحيح الإمام البخاري
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما ذكر زكاة الفطر قال: وكانوا يعطونها أي الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين، لكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، وإن أخرها فهو يأثم بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو يأثم بذلك ويعتبر قضاء، لأن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج قبل صلاة العيد. وأما بالنسبة لهذه الزكاة فإنها تعطى للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: طعمة للمساكين. فيجوز لأهل بيت واحد أن يخرجوا زكاة فطرتهم لمسكين واحد، فإذا كان في البيت مثلاً 5 أو 8 أشخاص فإنه يجوز أن يخرجوا جميعاً زكاة فطرتهم لمسكين واحد، ويجوز العكس أن يقسم المسلم زكاة فطرته على عدد من الفقراء. فكما تقدم أن زكاة الفطر 3 كيلو تقريباً، فيجوز أن يعطي فقيراً كيلو واحد ويعطي الآخر كيلو واحد ويعطي الأخير كيلو واحد وهكذا، لكن لا يجوز إخراجها نقوداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنواع من الأطعمة، فلو كانت القيمة تجزئ لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولا يعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر نقوداً، ولأن في إخراجها نقوداً خفاء لهذه الشعيرة العظيمة وجهل الناس بأحكامها. والأصل أن يخرج المسلم زكاة الفطر في البلد الذي يدركه عيد الفطر وهو فيه، فلو كان مثلاً من أهل الرياض وسافر إلى مكة قبل العيد فإنه يخرج زكاة فطرته في مكة، ويجوز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد آخر أشد فقراً. فلو كان مثلاً فقراء مثلاً في لبنان مثلاً أو في مصر أو في غيرها من بلاد المسلمين أشد فقراً من البلد الذي هو فيه، فإنه يجوز أن ينقل هذه الزكاة إلى هذا البلد، وهذا ما تفتي به اللجنة الدائمة. هذا ما تيسر ذكره من أحكام زكاة الفطر، والله أسأل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.